انها خرجت بره خريطه الوطن وده كان في توقيت ما، لا ده هي في الداخل وفي القلب وفي البدايه وراس حربه وبدايه ان شاء الله لن تنتهي. لن تنتهي سيكون يمكن يبقى ليا اللقاء مع حضراتكم بعد هذا اللقاء مباشره خارج مهرجان السينما، اسمع مجموعه الافكار المطروحه لانشطه ثقافيه على ارض اسكندريه، بحيث ان انا اسمع العناوين النهارده بتقدير الوقت اللي مطلوب للتنفيذ بالاعداد اللي هتبقى موجوده في اي التزام، عشان نبتدي نعمل اجنده ثقافيه عشان ما يبقاش ادعائنا ان اسكندريه هي العاصمه الثقافيه لمصر مجرد ادعاء لفظي وتشطف بالالفاظ وينتهي عند هذا، وان شاء الله احنا مش هنقول ده. استمراريه الحياه على ارض اسكندريه، احنا عندنا بكره ان شاء الله السيد وزير الثقافه في هيكون معانا في الانفوشي والعطارين، وهيبقى عندنا مساء افتتاح الاوبرا الساعه 7 بالليل. تاكيدا لمسيره الثقافه نحن قادرون بالتاكيد على ان احنا نامن اي حاجه، كلمه امين حتى ابتدت تزعجني لان الامن فينا جميعا. محدش يقدر يقرب مننا واحنا كتفنا كتف بعض ونتحرك مع بعض. بمعنى محدش يسال هذا السؤال لان تواجدنا في حد ذاته هو الكافي لتامننا جميعا. تواجدنا والتفافنا حول كل ما هو جميل وكل ما هو حق وكل ما هو عدل هو اللي بيامننا في المكان اللي احنا موجودين فيه. وان شاء الله ده هيبقى موجود. الوعد بقى ان شاء الله ان احنا مش هنسمع كلام مسيء بعد نهايه المهرجان او في بدايته. لا في التنظيم ولا في الاداره ولا في الاقامه ولا في اي حاجه. هيبقى لينا من الاجراءات المبكره زي اي حد في الدنيا، اي حد في الدنيا بيعمل الرئاسه بيعمل البروفات بيعمل الاجراءات ما بيفاجئش بيها يوم الافتتاح عشان يجد ما هي الاخطاء اللي هيتحرك فيها. طبعا زي ما احنا بنشتغل هيبقى كل قناه بيشتغل فيها حتى هيبقى في حد مسؤول مع اللجنه المنظمه المسائل، طبعا جزء منها هيبقى الفندق ونوران والفندق وجزء منها الاكاديميه البحريه الدكتور محمد يوسف وجزء منها الاداره وجزء منها ابراهيم من عندنا وكريم من العلاقات العامه وجزء منها المحافظ بالتحديد. يعني انا